بهالفيديو رح علمكم كيف تطلعوا الريغان مارك 2 بمنطقة ماب بيريد بالبلاك اوت، وكمان رح نشوف قبر شخصية ارثر او ليروي اللي كان موجود عنا بماب بيريد، وشرح لكم ليش قبره موجود هون. بتمنى بشكل جدا سريع قبل ابدا الفيديو تدعم الفيديو بزر اللايك، ويلا خلينا نبدا. والله شباب، بس قبل ابدا الفيديو ابي اورجيكم نسخة العالمين للعبة مترو اكسيدس. بدل ما شايفينها قدامكم، هعملها انبوكسنج بشكل جدا سريع. اول شيء عنا نسخة عن اللعبة، بعدين عنا التيشيرت ان شاء الله يكون 2X لارج سوني شيك، واخيرا شركة العاب تبعت لي تيشيرت على مقاسي. بعدين بعد هيك عنا رصاصة، مثل ما شايفين شكل رصاصة بس هي بيل، ايه خرافية الصراحة. بعدين عنا هالستيكرات الرهيبة للعبة مثل ما شايفين، بعدين عنا البوصلة رهيبة كمان، كل شيء عليه شعار اللعبة مثل ما شايفين، واخر شيء دفتر عليه شعار مترو اكسيدس مع الألم. فحاب اشكرهم على ارسالي نسخة الألمين للعبة. اذا بدكم تشوفوا تختيم للعبة على قناتي او ريفيو بعد ما اختمها، اتمنى تفيدوني بالكومنت، ويلا خلينا نبدا الفيديو. اوكي شباب، اول شيء خليني اورجيكم كيف طلعوا الريغان مارك 2 المطور او شيء من الكلام. اول شيء هالجيم بلاي اللي شايفينه مو تبعي، لاني حاولت فوق العشر ايام افوت اطلع التوموهوك وللاسف ما قاعد يطلع لي، وحاولت كوستوم جيم، هالحركه ما تزبط بالكوستوم جيم. فاوكي، اللي عليك تسويه انك تجي هالمنطقه البار بماب بيريد وتاخذ توموهوك. بس تاخذ توموهوك اللي عليك انك ترميه على النص مثل ما شايفين، وراح تشوف انه البيانو راح يشغل لك موسيقى. طبعا هذا الشيء بالضبط نفس اللي كنا نسويه بماب بيريد الاصلي، بس ماب بيريد الاصلي كنا نستعمل باليستيك نايف، وكان البيانو راح يشغل لنا موسيقى، واظن انه الموسيقى هي نفسها، فاسمعوها معي. طيب اول ما تشتغل الموسيقى لازم ما تسمعها نفس اللي انا سويته، مو تقعد وتسمعها، لا لازم على طول اول ما تلمس التموهوك وتسمع الموسيقى تجي لهون لعند ليروي او ارثر، القفص اللي كان محبوس فيه بماب بيريد الاصلي. راح تلاقي جوا القفص عنده في علامه استفهام، اضغط عليها مربع وراح يطلع لك الريغان مارك 2 المطور، لانه لونه ازرق نوعا ما غريب شوي. بس ايه، انا ريغان مارك 2 بالبلاك اوت بس مو بالزومبيز، ما ادري كيف سلكوها. فالمهم زبدة الموضوع، لا تطلعوا، بدكم روحوا طلعوه جربوه، بس غيرك لا تطلعوه لانه جدا سيء، ضعيف، اضعف من الريغان العادي اللي موجود بالبلاك اوت، ما ادري ليش مضعفينه لهالدرجه. فاي شوفوا الحين معاي هاللقطه، قاعد يطخ 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 على ناس ولا حد منهم قاعد يموت. بس الشيء الحلو بالموضوع انه الحين نعرف انه ديزاين الريغان مارك 2 صار عندهم اياه باللعبه، فممكن يعملوا ابديت يضيفوه على بلود اوف ذا ديد وكلاسيفايد، مستحيل يضيفوه على مابات قصه الفوضى، لانه الريغان مو بس سلاح، له قصه ومين سواه وكذا، فما له اي علاقه بقصه الفوضى. فممكن نشوفه يعملوا ابديت يضيفوه له مابات قصه الايثر، وممكن نشوفه او شبه مؤكد رح نشوفه بالماب القادم لقصه الايثر، لانه هو يعني مو سلاح مرتبط بقصه ماب معين، لا سلاح موجود بكل المابات نفس الريغان العادي، فما في اي مانع انهم يضيفوه بالماب القادم. فالديزاين عندهم اياه وكل شيء جاهز، وكمان ماب بيريد صار عندهم اياه. صراحه كلنا نتمنى نشوف ماب بيريد ريماسترد، مو كحزمه بس كبعدين، كمت الحزمه خامسه يرجعوا فيها ترانزيت، بيريد، دايرايس، نيوك تاون زومبي، وكول اوف ذا ديد. فديزاين جاهز، كل شيء مجهزينه، فاظن انه راح نشوفهم ان شاء الله. طيب بعد هيك ببارد بنشوف عنا قبر، في كثير الاقبار بس هالقبر مكتوب عليه ار اي بي ارثر. اللي ما يعرف ارثر هو ليروي، هو الضخم اللي كان موجود بماب بارد اللي نعطيه الحلوى او نعطيه البوز ويسوي لنا اشياء كثير بالماب. فموجود قبره ومكتوب انه ميت، فشو هالشيء، هل هالشيء له علاقه بالقصه؟ شو ناخذ من هالشيء؟ طبعا ليروي او ارثر كنا فاكرين انه بس شخصيه فرعيه موجود ومحبوس هون ويساعدنا نسوي اشياء، بس لما نزل تايم لاين الزومبي عرفنا انه شخصيه دوره اكبر من هيك بكثير. فالحين على السريع راح احكي لكم قصته وشو الاشياء اللي ذكروها عنه بتايم لاين الزومبي، ليكون عندكم وجهه نظر ليش موجود هون وليش ميت. اول شيء عام 1318
على وقت الحرب العظمى يعني وقت جدا قديم. فالمهم آرثر بيكون هو الخادم تبع ملك الذئاب بدير آيسندراخ. فعام 1318 بيكون ملك الذئاب ميت، وآرثر عم بيسوي وصية ملك الذئاب، حكاله انه لو مت ادفن ادفني او ادفن عظامي بقلعة دير آيسندراخ. فبالضبط هذا اللي بيسويه آرثر، بياخد الفتات المتبقي من ملك الذئاب وبيدفنه بقلعة دير آيسندراخ. بعدين بعد هالكلام بيوم فتحة زمنية بتودي آرثر لعام 2025 لمنطقة ريزولوشن اللي هي بيريد. وبعدين بيقعد هناك محبوس لحاله لوحده لمدة 10 سنين. عام 2035 بيجوا شخصيات فيكتس اللي هم الشخصيات ترانزيت لبيريد وبيلاقوا هناك. طبعا بيكون أصله 10 سنين لحاله محبوس بهالمكان، جاي من الماضي ما بيعرف أي شيء شو صاير فيه، فمشوفه ما بيعرف يتكلم أو صوت كلامه نفس واحد مجنون. عن وصول شخصيات فيكتس لمنطقة بيريد ترجع لهم أصوات ركتوفن وماكسس، وكل مين بيحاول يقنع فيهم لا يمشوا على خطوات اللغز 7. شخصيات بيمشوا مع ماكسس، بنفتح الفتحة الزمنية لماكسس، وبعدين ماكسس بس يصير هو المسيطر بشكل كامل، بيطلع على حقيقته وبيدمر الكرة الأرضية أو البعد اللي فيه شخصيات فيكتس مع شخصية آرثر اللي هو معهم، بيدمر البعد تبعهم. بعدين بيحط روح ركتوفن جوا زومبي، وبعدين ماكسس بيكون بالإيثر. سامانثا موجودة بالإيثر تنتبه انه ابوها كيف شرير وكيف روحه صار شريره من ورا الدارك ايثر، فبتروح لبعد تاني اللي هو بعد 63 لعد ماكسس اورجنز، ومن هنيك بتروح بتتواصل معه وبتبدا الاحداث من هنيك. اذا بدك تعرف التفاصيل هاي كلها طبعا فيديو شرح قصه الزومبي موجود على قناتي، في شرح الكلام بالتفصيل. طيب فمن ورا الاحداث بنعرف انه ماكسس دمر البعد اللي هم موجودين فيه، شخصيات ترانزيت مفروض بهداك البعد ماتوا، شخصيات ترانزيت بعدين اللي منشوفهم بأحداث الكوميك وبلود اوف ذا ديد هدول مو نفسهم اللي كنا نلعب فيهم بلاك اوبس 2، أو ممكن نفسهم بشكل من الأشكال راحوا لبداية الكوميك. هالنقطة الوحيدة اللي مو فاهمينها بقصة الزومبي إنه شخصيات ترانزيت اللي كانت تواصل معهم ركتوفن واللي بعدين راحوا ناموا بالبرادات تحت المختبر ببلود اوف ذا ديد، هل نفسهم هدول ولا لا؟ هذا الشيء اللي مو فاهمينه. ففي واحدة من اثنين، يا اما هدوليك الشخصيات ترانزيت غيرهم اللي كنا نلعب فيهم ببارد ماتوا لانه ماكسس دمر البعد تبعهم، ومعهم مات شخصية آرثر لانه هو كان معهم وهذا الابر تبعه انتم شايفين ابره انه دليل انه فعليا مات، او ممكن خلنا نقول انه قصة البلاك اوت مالها مرتبطة بالزومبي بشكل كبير، او فينا نقول منفصلة نوعا ما، مع انه شخصيات الزومبي بريمس اول ما ضافوهم يتكلموا مع بعض انه كيف وصلوا لهون ومدري ايش، وركتوفن يقول انه هو السبب ويعتذر انه كيف وصلوا لهذا المكان. فاي الخيارين منطقي صراحة، خيار انه قصة البلاك اوت لا تربطها بقصة الزومبي، او انه لا البلاك اوت مرتبط بقصة الزومبي لانه شخصيات بريمس كانوا يتكلموا مع بعض، بيريد الحين موجودة، ريغان مارك 2، ريغان العادي، آرثر، بس كمان شخصيات قصة الفوضى موجودة، فبنعرف قصتين منفصلين عن بعض، الوضع شوي متلخبط نوعا ما. بس خلنا الحين نرجع لآرثر أو ليروي، هل ودكم الشخصية ترجع؟ صراحة كان شخصية مسكين، كان شخصية نوعا ما تكون شفقان عليه، إنه تحس هيك بس يبي يساعدنا وما يعرف يتكلم، كل كلامه هيك هيك ما يعرف يتكلم، وإنه محبوس 10 سنين بسجن لوحده وهو أصلا جاي من الماضي، شخصية كان يزعل الصراحة. فهل ودكم يكون عايش ولا ميت؟ هون صاعين ورجينا إنه ميت وحاطين أبره، بس نعرف إنه الموت قصة الزومبي ما هو فعليا موت، عادي شخصيات تموت ببعد تكون عايشة ببعد تاني. شخصيات فيكتس مثل ما قلت لكم ممكن يكونوا فعليا ماتوا ببيرد لما دمرت الكرة الأرضية، بس نسخة تانية منهم عايشة تحت البرادات ببلود اوف ذا ديد. ركتوفن شفناه مات ببلود اوف ذا ديد، بس هذا ركتوفن من أحد الأبعاد اللي ماشي بالسايكل، وركتوفن المعركة العظمى من بلاك اوف 3 لسه عايش، وفي ركتوفن المختبر. فيعني لما تشوفوا انه قبر واحد وميت مو معناته فعليا انه هذا الشخص ميت، معناته انه هالشخصية ببعد من الابعاد ميت. فاي
يا شباب اتمنى تفيدوني بالكومنت شو رايكم، هل انتم من الناس يلي تشوفوا انه هالشيء مرتبط بقصة الزومبي، ولا تشوفوا انه شيء فرعي وجايبين الغاز زومبي بس عشان يحمسوا لاعبين الزومبي يلعبوا البلاك اوت. اذا تبي تعرف قصة البلاك اوت شو الاشياء اللي قاعدة تصير فيها وكل هالكلام، البلاك اوت له قصة جدا خرافية، راح تلاقي بنهاية الفيديو حاطك فيديو قصة البلاك اوت او موجود بالوصف شيك عليه. فيا شباب اتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تتابعوا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالكومنت ارائكم، وبس كان معكم شركيه وشركه كيشك فيديوهات ثانيه ان شاء الله. مع السلامة.